Wala na. I don't know. ده ضخم يا جماعه، مع ان مش اكبر سجاد في العالم، في اكبر من كده. ده 32 دقيقه مش عارف ايه ليه انا ما حضرتش اي ماتش. هو المنظر من هنا كويس بس وعلى الكاميرا حتى كويس. انا بفكر اقعد هنا. هو الاستاذ فاضي طبعا علشان الطلاب رايحين لسان جيب عين الشغل اللي هو هيبدا، هو بدا اوريدي النهارده يعني اجازه تعتبر. طبعا انتوا شايفين المباني الجامعه حوالينا، وادي مبنى الاداره القبه بتاعته. لا الصراحه استاد جميل. الولد فريدير ابن عمي المفروض عندهم استاد برضه تقريبا، فهو الحمد لله الفيزا بتاعته اتحبلت. هو المفروض بقى يبدا ايه يصور لكم بقى لما يوصل. يبقى عندكم نسخه من امريكا الجنوبيه ومن مش عارف فين في المانيا، في مكان معين في المانيا. زي ما انتم شايفين كده في مكان كده في حاجات زرقاء كده، باور ريد اللي هو العصير المشروبات المشروب اللي انا كنت بشربه بتاع الطاقه ده. ده بينكب بجردل كبير بيتكتب على الكوتش اللي بيكسب، كوتش الفريق اللي بيكسب، الفريق اللي بيلعب ضدنا اللي هو ويسترن كنتاكي. لابسين اللي هو ابيض فاحمر واحنا لابسين الاسود. طبعا الماتش مش محتاج طبعا انا اقول لكم ان الماتش ده هيتذاع على تلفزيونات الدوله. مش عارف تلفزيون الدوله ولا لا، بس هو بيتذاع يا جماعه. ده اول ماتش بالنسبه لي احضره اصلا في اي رياضه، بس جميل جميل جدا. زي ما انتم شايفين المبنى اللي هناك ده تحت الشاشه ده هو ده الاستاتيك سنتر اللي هو بتاع الجيم بقى. ده المبنى للمحترفين، تدريب المحترفين. طبعا في مقصوره محترمه كده. طبعا في الكوره احنا بيبقى عندنا 11 وليك كذا تبديله معينه. هو بيبقى اصلا بيبقى ماتش منطقه 20 لعيب، لكن في الامريكا الفوتبول زي ما انتم شايفين كده بيبقى ضخم. The Western Kentucky Hilltoppers and your Golden Eagles. This is Southern Miss football. Mayor Toby Barker, the Hattiesburg City Council, and the Forest County Board of Supervisors welcome you to Hattiesburg. We hope you enjoy your visit to the Gulf South's premier university community. For 25 years, يعملوا اعلان كده على كل الحاجات الافتتاحيه على الشاشات. Ladies and gentlemen, let's meet your Golden Eagle starters. First on Southern Miss defense. Defensive back, number 12, D.Q. Thomas. Linebacker, number 41, Rakeem Booth. Linebacker, number 28, Swayze Bosa.
linebacker number 47, Terry Whittington. Defensive line number 99, Jacquez Turner. طبعا هم خلصوا دلوقتي تقديم اللعيبه Ladies and gentlemen, at this time we'd like to stop and pay tribute and honor our 2019 football seniors who have donned the black and gold and demonstrated golden eagle pride. Our first senior is a punter from Melbourne, Australia, number 94, Matt Brummel. ده بيحيوا الطلاب اللي خلاص هيتخرجوا اللي كانوا بيلعبوا هيتخرجوا. لما الطلاب اللي خلصوا لانك تفضل تلعب في الجامعه فانت متخرج بطل. في شويه طلاب هناك اهو This next Golden Eagle senior is a defensive lineman from Tuscaloosa, Alabama. Number 16, Torrance Brown. لو في شوية لعيبة آلات هيبقوا في الـ يعني جوه المدرجات. واحد تاني اهو. Our next Golden Eagle senior, offensive lineman from Vicksburg, Mississippi, number 79, Drake Dorbeck. واحد كمان. Our next senior, a place kicker from Hattiesburg, number 27. Tyler Flato. هرجع لكم. Our next senior, a defensive back from Selma, Alabama. Number 29, senior is defensive lineman from Moss Point, Mississippi. Number 24, Darius Kennedy. Senior. ماتش الامريكان فوتبول بيوصل طوله 4 ساعات لان بيكون في تقطيعات في النص كده وطبعا زائد ان في عرض برضه حاجه شبه كده في نص اللعب اللي هو بين الشوطين اللي هو يبقى لعب ربعين يفضل نعم بيحييهم كلهم بقى اخر مره فاضل 16 دقيقه 16 دقيقة دول المفروض يعملوا فيها العرض الموسيقي الخلاب.
طبعا عشان الاستاد لسه ما فضاش من الناس، فموقفين وقفوا الموسيقى. Ladies and gentlemen, the University of Southern Mississippi proudly presents a pregame performance by the Pride of Mississippi. Under the field direction of drum majors Brian Dolan and Chase Roman, with midget whirlers Leah Cantrell and Ginger Processing, Southern Miss presents the sound of Golden Eagle Spirit. The Pride of Mississippi. العالم الامريكي طبعا شايفينه تحت كده علشان في استعداد للمارش، مش مارش عسكري طبعا، هو هو تحيه العالم يعني. Ladies and gentlemen, the colors of the United States of America. ظهر الاستاد. Remove your caps and hats, joining the Pride of Mississippi in a moment of silence, followed by the playing of the national anthem. نشيد الوطن. Thank you.
standing for the flag of the beautiful University of Southern Mississippi Alma Mater. Conducting the Alma Mater is Dr. Travis Eagle, our USM Assistant Director of Athletics. اغنية علش الجامعة وكده، عارفين الحاجات ديت؟ انا عندنا في مصر مفيش حاجات دي خالص، مفيش استاد اصلا للجامعة. الجامعة بتاعتنا هي اول جامعة في امريكا في ميسيسيبي تسمح ب البيرة في الماتشات، تقريبا الكحول كمان مش عارف بالظبط، بس هو دي أول جامعة طبعا طلاب سن 21 وأكتر. دي حاجة تانية، حتى كان عاملين عليها إعلان كده بيقول لهم enjoy responsibility، يعني استمتع بالمسؤولية، يعني مش عارف. بس كده فضل لنا 8 دقائق وتبدا احداث المباراه. حرف حاجة انا شايفها من مقلوب اصلا، دي يو اس ام، بس انا شايفها من مقلوب اللي المفروض الشاشة كده، يعني انت لو شايفينها شاشات كده هي كده مفروض يو اس ام، انا شايفها من مقلوب. ما بيقولوا جو ايجل على اللي هو اللي هو الايجل، الجولدن ايجل بتاع رمز الجامعة. بيعملوا حاجة تانية، فكرتهم بيعملوا حرف. عرض موسيقي هاد طبعا بدأ يخرجوا للعيبة بتوع الجامعة التانية عشان اللي هم يختاروا مين اللي هيبدأ، او الحكم شكله مجهز عملة علشان يحددوا مين اللي هيبدأ. طبعا برضو لازم لعيبة من الجامعة بتاعتنا. Thank you.
بداية الماتش. كده خلصوا نعم مفروض وادي ثلاث لعيبة بتوع الجامعة التانية. اللعيبة بتوعنا نازلين الأرض الملعب. اللعيبة كلهم طبعا كمية ضخمة الصراحة. الفيديو ده هينزل أجزاء يا جماعة عشان هيبقى طويل جدا. أنا هحاول إن أنا مصورش كتير في الماتش ذات نفسه بس برضه هيبقى طويل. الحاجات دي يعني ما اظنش ان في حد منكم هيحضرها، حتى لو بتحضر الماتش ما تحضرش من الاستاد. مختلفة خالص في الكورة ونار بقى. دول اللعيبة بتوع الجامعة بتاعتنا خمسين اسم دول. تنظيم جميل مع ان الجامعه على فكره يو اس ام مش من الجامعات الضخمه جدا، يعني في استادات اضخم من كده وافظع من كده، بس برضه تنظيم جميل. بيجيبوا اخر الاستاد من اخر اللي هم التشير ليدرز اللي هم بتاع تشجيع بيحمسوا اللعيبه، فجايبين اخر كل حاجه. اللعيبه التانيين بقى جايين اللي هم بتاع الويسترن كنتاكي. انا بقول كنتاكي بس هو المفروض كنتاكي، يعني ما بتقولش كنتاكي بس عشان يعني ايه مش حد يقول لي ايه كنتاكي ده يا عم. ادي الفرقة الموسيقية ماشية على الجنب، وادي بقى الحكم هو شكلهم حددوا شكلهم شكلهم حددوا ولا لا لسه اهو لسه هعمل لكم زوم. هيقفوا دلوقتي اهو وهيحددوا يسلموا على بعض، والحكم هيسالهم عايزين ملك ولا كتابه. تقريبا الهوست هو اللي بيختار. اللي هو الجامعة اللي جاية هي اللي اختارت. شكلنا احنا نبدأ. شكلنا احنا نبدأ انت بيبدأوا بقى يراجعوا التعليمات مع بعض تقريبا حاجة شبه كده، واحنا برضو جمعتنا جمعتنا على الناحية التانية اللي هو عادي في الأمام. Oh
كده بقى متوزعه. فيرست كورتر 15 دقيقه على الساعه. وادي الكره اهو. احنا لعبنا زي ما قلت الكره محطوطه زي ما انتوا شايفين كده محطوطه وهم هيضربوها. احنا هنضربها عشان هم يستلموها. طبعا في عالم الجامعة وهم هيبدأوا يلعبوا طبعا. بص اغاني اغاني للصبح عشان تاخد سترايك. هما المفروض بص يا جماعه هما عايزين ياخدوا الكره المفروض ويعدوا بيها يوصلوا للي هناك. ف بيمنعوا بقى من ايه؟ من اللعيبه بتاعتنا دي الفكره. انا هرجع لكم لما يكون في تقدم ناحيه الجول، مع ان ساعات على فكره بيخطوا الملعب كله ويوصلوا.